وللحديث عن خبر تمديد الهدنة ليومين إضافيين معنا من رام الله الوزير الفلسطيني السابق أشرف العجرمي، ومن واشنطن المبعوث الأمريكي السابق لشؤون اتفاقية السلام الاقتصادي أريه لايتسون. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد العجرمي، اليوم أخبار إيجابية، يبدو أن الصفقة الرابعة تتم بسلاسة، تتم عبر معبر كرم أبو سالم، كذلك في انتظار خروج الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، كذلك تأكيدات بالتوافق على تمديد الهدنة ليومين إضافيين. إلى أي حد هذا مبشر بأن هذه الهدنة ربما تتحول وقفا دائما لإطلاق النار في غزة؟ مساء الخير. مساء النور. أولا يعني موضوع الهدنة في حد ذاته يكتسي أهمية بالغة في هذه الظروف، نظرا للأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والهدنة تشكل متنفس للمواطنين للتزود بالوقود والحاجات الإنسانية الضرورية، وأيضا لرؤية ما حل بأقاربهم وبيوتهم وممتلكاتهم واستعادة يعني التقاط الأنفاس في هذه الحرب. بالتالي هي تشكل في حد ذاتها خطوة، ولكن أيضا هي يمكن أن يبنى عليها في آليات وديناميات لتوصل الوقت كامل لإطلاق نار. وكلما امتدت الهدنة الإنسانية لفترة أطول، كلما كان من الصعب على يعني الجيش الإسرائيلي ودولة الاحتلال للعودة إلى الحرب بكامل زخمها وقوتها، وخاصة عملية الإبادة الجماعية والتدمير التي تقوم بها في قطاع غزة، لأن الضغط الدولي يزداد مع الوقت ومع انكشاف حجم الكوارث التي أحدثتها إسرائيل في قطاع غزة، وعمليات القتل الهائلة والتدمير التي حصلت في قطاع غزة. بالتالي يمكن لاستمرار التهدئة والهدنة لفترة أطول أن تحدث مفاعيل ضغط جديدة على إسرائيل وتوصلنا إلى وقف إطلاق نار شامل وحل سياسي للأزمة. نعم. في قطاع غزة أيضا والقضية الفلسطينية عموما، وهذا ما نسمعه من كل الناطقين والمتحدثين في مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يرغبون في تمديد الهدنة الإنسانية. سيد أريه، هل تعود الغارات ودوي المدافع الإسرائيلية في قطاع غزة بعد نهاية تمديد الهدنة؟ أم هذه الهدنة وتمديدها يعني أننا ماضون باتجاه ربما الوصول إلى حل؟ هناك خبر ورد قبل قليل نقلته الآي إف بي وكالة الصحافة الفرنسية بأن بلينكين سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع، فإلى أي حد ترى أملا أو ضوءا في نهاية النفق أن تمديد الهدنة سيؤسس لوقف إطلاق نار دائم؟ أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، ومرحبا بكم وبضيفكم الكريم من رام الله. السؤال الذي يطرح نفسه هو عندما يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، ماذا لو هناك رهائن أمريكيين وفرنسيين أو أوكرانيين ونيباليين، رهائن لدى حماس ومحتجزين لدى حماس في الأنفاق حتى يعودون جميعا إلى ديارهم؟ فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية لن تتوقف ولن تتوقف، لا يمكن أن توقف الحرب ضد الإرهابيين لمنع الإرهاب. بالتالي أنا متفائل بهذه عملية تبادل الأسرى، وأنا متفائل أن حماس ستستسلم في نهاية المطاف، وسنجد سبيلا في استغلال هذه الفرصة لإنقاذ المدنيين في غزة. نعم سيد أريه، يعني أنت لا ترى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستتوقف إلا باستسلام حماس؟ خم
إن حماس قد كررت منذ 7 أكتوبر أنهم سيبذلون قصار جهدهم، أنهم سيكررون 7 أكتوبر مرة تلو الأخرى. وبالتالي كيف يمكن لإسرائيل أن تتوصل لحل سلمي وسياسي مع جماعة تسعى لتدميرها؟ وكما ذكر زميلنا من رام الله، فإن لقد دانت السلطة الفلسطينية ما فعلته حماس، ولكن أتمنى أن يكون هم الطرف الذي نتفاوض معه في نهاية المطاف، وإدانة قتل الأبرياء في أسرتهم واغتصاب النساء. لا أعتقد أن هناك من يؤيد هذه الأفعال، وجميع الأطراف يدينون هذا الأمر بشدة، وبالتالي فإن الشعوب في المنطقة الذين ينهضون الإرهاب سيعملون معا من أجل مستقبل أفضل. طيب سيد العجرمي، ما رأيك في ما قاله ضيفي من واشنطن؟ هل برأيك ستستسلم حماس؟ هل هي في موقع أن يمكن أن كما تقول إسرائيل أن هدفها من هذه العملية العسكرية هو القضاء على حماس أو إخراجها من قطاع غزة؟ هل ترى هذا واقعيا أو هذا هو الحل؟ يعني هذا أولا هدف غير واقعي بالمطلق، وإسرائيل بعد أكثر من 50 يوما لم تستطع السيطرة على منطقة شمال قطاع غزة، بالرغم أنها هجرت معظم السكان من هذه المنطقة. ونحن رأينا بالأمس كيف أن حماس أفرجت عن محتجزين من منطقة مدينة غزة، من قلب مدينة غزة. صحيح، المفروض أنه الجيش الإسرائيلي قد طوقها وسيطر عليها ودمرها يعني أيضا. وبالتالي هذه الأكاذيب الإسرائيلية بالسيطرة والقوة وأنهم ضربوا حماس وسيخدعونها خلال أيام، هذا غير ممكن. الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله إسرائيل للسيطرة على حماس بشكل كامل أن تبيد قطاع غزة بالكامل. هي بدأت في الشمال بهذه الإبادة وانتقلت للجنوب من خلال القصف، ولكن هذا لم يؤدي إلى الأهداف التي تريدها إسرائيل. باعتقادي أن الحل هو حل سياسي، ولا يوجد بديل عن التسوية السياسية. التسوية السياسية يمكن أن تضمن لإسرائيل الأمن. لا يوجد أمن لإسرائيل بالقوة العسكرية. إسرائيل خاضت حروب ضد قطاع غزة منذ عام 2006 حتى اليوم، وفي كل مرة الحرب القادمة تكون أكثر شدة وأكثر دموية. إسرائيل تخوض حرب واسعة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والفلسطينيين في الضفة الغربية يقاومون الاحتلال. الموضوع الأساسي أن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة. هذه هي كارثة الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي على السواء، أن لدينا حكومة إسرائيلية لا تفهم سوى لغة القوة واستمرار مشروعها الاستيطاني وشطب فكرة الدولة الفلسطينية والاستيطان والضم وكل ما هو ضد مبدأ حل الدولتين. الآن العالم كله يتحدث عن حل الدولتين. إذا أرادت إسرائيل أن تنهي الوضع في قطاع غزة وأن تصل إلى أمن وسلام في هذه المنطقة، عليها أن تذهب مع العالم، حتى مع الإدارة الأمريكية، مع الغرب الذي بات يطالب بشكل واضح بوضع حد للصراع من خلال إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل الدولتين. إذا إسرائيل ذهبت بهذا الطريق، أنا أضمن لك أن إسرائيل ستحصل على أمن وستحصل على غزة في إطار سلطة أو حكومة فلسطينية تحكم الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن يكون هناك داع على الإطلاق لأن تكون حماس أو أي فصيل فلسطيني مع سلاح أو مع ميليشيا مسلحة. هذا لن يكون يعني بمخضنا أيضا أن نوافق عليه، ولا يوافق عليه الشعب الفلسطيني. نعم سيد أريه، كما سمعت من ضيفي، هناك باتت قناعة فلسطينية أن مشكلة إسرائيل ليست مع حماس وحدها، مشكلة إسرائيل هي مع الفلسطينيين، مع الوجود الفلسطيني. حتى على حدود الضفة الغربية هناك اعتداءات إسرائيلية وهناك مستوطنات على حساب الوجود الفلسطيني هناك، وبالتالي فإن المسألة أبعد أو قبل 7 أكتوبر المتعلقة بالظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة كذلك. فبالتالي
كيف يمكن الخروج من هذه المعادلة الصفرية؟ كما ذكرت أنه حماس هدفها القضاء على إسرائيل، وإسرائيل أيضا هدفها القضاء على الوجود الفلسطيني على أرضه، فكيف يمكن الخروج من هذه المعادلة الصفرية؟ حسنا، مبدئيا أنا أتفق مع ضيفكم الكريم من رام الله، حيث أنه إن إسرائيل ليست لديها مشكلة مع حماس، ولكن لديها مع الشعب الفلسطيني. إن إسرائيل ليست لديها مشكلة مع الشعب الفلسطيني، لقد صوتت من أجل حل الدولتين، ولم يتوقع الطرف الفلسطيني على أي من الاتفاقيات. هذه أمور ليست حقيقية، ولكن ليس هي الطريقة للتعامل مع المشكلة من جذورها. أولا علينا أن نذكر الحقائق. حاليا حماس قد قتلت أكثر من 1000 شخص، واغتصبت مئات من الأشخاص، وقطعت رؤوس الأطفال، واغتصبت ما يزيد عن 240 رهينة. أنا أنتظر للفلسطينيين أن يدينوا ذلك ويعلنوا ذلك صراحة. هذا أمر غير مقبول بالمرة، لكن ذلك لم يحدث. وإن قرروا بناء شراكة ناجحة وناجعة من أجل تحقيق السلام، فلابد من وجود سلطة فلسطينية تتمتع بالقبول. نعم. لكن سيد أريع، اعذرني على المقاطعة، يعني دائما هذه السردية لقطع رؤوس الأطفال، ويعني الذهاب، عذرا على المقاطعة، يعني إعلاميا جرى نفي هذه الرواية، لأنه جرى ترديدها في البداية ومن ثم تراجعنا، ليس دفاعا عن أي طرف، ولكن إحقاقا للحقائق. لن نتجاوز، وتتحدث على قتل إسرائيل حماس ل 1200 إسرائيلي. نعم، ولكن إسرائيل أيضا الآن قتلت أكثر من 15,000 فلسطيني في غزة. سيد أريا، هل يمكنك أن تجيبني على هذه النقطة؟ فقط نحن نناقش بهدوء. تتحدث عن 1200 إسرائيلي في غزة، الآن قتل 15,000 شخص. تفضل، الكلمة لك سيد أريا. Yes. مبدئيا الأعداد التي ذكرتها تأتي من حماس، ولا أثق في أي بيانات تأتي من جماعة إرهابية هدفها تدمير إسرائيل عن ذكر تأبيه. وبالتالي ثانيا، إسرائيل هي إن أرادت ارتكاب إبادة جماعية كان يمكنها أن تقوم بذلك، هي لا تستهدف المدنيين. إن كانت تريد أن تفعل ذلك فإن الأعداد ستكون أكبر من ذلك بكثير. بعد مرور 45 يوم من القتل والتدمير، إن كانت إسرائيل تريد، بالطبع يمكن أن تنهي الحرب غدا إن أطلقت حماس جميع الرهائن وألقت أسلحتها وسلمت أسلحتها. في هذه الحالة ستتوقف الحرب، ولكن هذا لن يحدث. طيب، ولكن سيد أريا، طبعا حتى لا ندخل في جدلية التشكيك في الأرقام وما إلى هنالك، كان هناك تصريحات من الأمم المتحدة تؤكد الرقم، ليست فقط من حماس بل أكدت ذلك، وبالنظر إلى حجم الدمار كذلك. اليوم قرأت خبرا، قصة على رويترز، صور التقطتها رويترز وهي وكالة أنباء مستقلة، تصور المناطق التي قصفتها إسرائيل، وقالت أن حجم الدمار يظهر المناطق وكأنها سطح القمر، هي عبارة عن أكوام من الركام لما دمرته إسرائيل. فحجم الدمار لا يمكن إنكاره، يعني أو لا يمكن التشكيك فيه، وأعداد الضحايا يعني هي كبيرة جدا، تفوق بكثير الضحايا الذين سقطوا في إسرائيل. حتى نتجاوز هذه النقطة، يجري الحديث الآن عن حل الدولتين، وكلام عن حل دولتين ودولة فلسطينية منزوعة السلاح. سيد أريا، هل تعتقد أن هذا الحل واقعي؟ يمكن أن يطبق على أرض الواقع وعلى أي جغرافيا؟ هل ما زلنا نتحدث عن حدود 67، يعني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، أم نتحدث عن جغرافيا أخرى ستكون عليها الدولة الفلسطينية هذه؟
أعتقد أن الجغرافيا هنا ليست هي مربط الفرس، إن الأيديولوجية هي ما يهمنا هنا. عندما يتم تربية وتنشئة الأطفال الفلسطينيين أنهم يمكنهم قبول الإسرائيليين وأن يعيشوا معهم بسلام، فهذا أمر سيحقق السلام. ولكن عندما يتم تنشئة الأطفال الفلسطينيين من أجل قتل الإسرائيليين، فإن في هذه الحالة لن يتحقق سلام أيا كانت الجغرافيا التي نتحدث عنها. هذا هو السبب الجذري لهذه المشكلة. ما إن أردت أن تحقق السلام وتعيش وتتعايش مع بعضكم البعض، فأنت تريد أن تنشئ أطفال يؤمنون. انظر، هناك 2 مليون عربي يعيشون داخل إسرائيل، ولكن كم عدد اليهود الذين يعيشون داخل الضفة أو غزة؟ لا أعلم. يعني سيد أريه، هذه المقاربة تبدو متحيزة بشكل كبير جدا. يعني كيف يمكن أن تطلب من أطفال كيف تطلب ممكن من أطفال قتلت عائلاتهم في قصف إسرائيلي، تطلب منهم أن يتمكنوا من العيش بسلام مع من قتل ذويه، يعني في هذا القصف الدموي الذي حصل في غزة؟ على العموم، هذا المتمنى، يعني أن يكون يعيش الجميع في سلام، ولكن الواقع يبدو مختلفا لأن حجم المأساة كبير جدا. سيد العجرمي، ما رأيك في هذه السردية؟ أنه وكأنه المشكلة هي في الفلسطينيين. الفلسطينيين، ضيفي الأمريكي يقول أن الفلسطينيين هم عندهم مشكلة مع وجود إسرائيل ولا يريدون أصلا حل الدولتين، هم يريدون القضاء على وجود إسرائيل، والأطفال الفلسطينيون ينشأون على فكرة أنه يجب يعني لا تكون هناك إسرائيل وإبادة إسرائيل. هل هذه السردية تغيرت الآن؟ هل يمكن أن تتغير مستقبلا بعد هذه الحرب كي يكون هناك إمكانية لعيش مشترك لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، أم لا، ما نزال دائما في نفس الصراع اللي منذ 75 عام؟ سيدي، ضيفك يتحدث وكأن الشعب الفلسطيني، دولة فلسطين تحتل إسرائيل وتصادر حقوق الشعب الإسرائيلي وتمارس الأبارتهايد ضد الشعب الإسرائيلي وتستوطن في تل أبيب وفي حلون وعسقلان وكل المدن التي يتواجد فيها اليهود، والشعب الفلسطيني هو الذي يمارس الاستيطان والقتل اليوم والاعتقال ضد إسرائيليين، وبالتالي على الشعب الفلسطيني أن يثبت حسن نواياه ضد إسرائيل. أولا، هناك عدم دقة في كل المعلومات التي أوردها. لم تصوت إسرائيل ولم تتبنى أي حكومة إسرائيلية على الإطلاق حل الدولتين بشكل كامل. الوحيد الذي ذهب في مفاوضات حول هذا الأمر هو أيهود أولمرت، واضطر إلى وقف المفاوضات قبل أن تستكمل لأن كان ضده ملفا جنائيا ودخل السجن، وصارت في إسرائيل انتخابات مبكرة خسر حزبه في الانتخابات، وبالتالي لم تستكمل، وجاءنا نتنياهو. ونتنياهو الكل يعرفه في إسرائيل والعالم أنه لا يريد حلا سلميا ويرفض فكرة حل الدولة. نعم. ولم توافق أي دولة إسرائيلية على الإطلاق منذ قيام إسرائيل إلى اليوم على إقامة دولة. نعم. ولكن سيد العجرمي، الآن بموضوعية، هل الآن الفلسطينيون حتى حماس اليوم مقتنعة بحل الدولتين؟ نعم بالتأكيد، وأنا أقول لك معلومات مؤكدة أن حماس أبلغت بعض الأطراف الإقليمية بينها قطر وتركيا أنها موافقة على حل الدولتين. أكثر من ذلك، حماس في عام 2017 غيرت برنامجها السياسي ووافقت لأول مرة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967. نعم. وهذا يعني على ذكر، سأسألك نفس السؤال سيد العجرمي عذرا على المقاطعة، عن الجغرافيا، ما دام تتحدث من حدود حزيران 67، هناك من يتحدث لا أن هذه الجغرافيا ليست هي ما يرسم للدولة الفلسطينية. هناك من يقول أنه لأنه أصلا الضفة الغربية فيها تآكل بسبب المستوطنات الإسرائيلية التي تتوسع، واليوم الحكومة الإسرائيلية أقرت ميزانيات إضافية للمستوطنات. هناك من يتحدث ربما عن مبادلة الأراضي أو يتحدث عن جغرافيا أخرى للدولة الفلسطينية المنتظرة. ما عساك تقول في هذه النقطة؟ هل لديك أي معلومات أخرى يمكن من خلالها أن نبني صورة عما هو آت؟
نعم، الفلسطينيون في مفاوضات طابة عام 2000 وافقوا على مبدأ تبادل الأراضي، وهذا مبدأ طرحه الرئيس بيل كلينتون عندما تدخل في المفاوضات لمحاولة جسر اللي هو بين الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني. ولكن آنذاك تحدثوا عن كتل إسطانية على الجدار قريبة من الحدود، يعني ليست في عمق الأراضي الفلسطينية، وتحدثوا عن 3 مناطق. ولكن إسرائيل الآن تستوطن في كل مكان، بمعنى أنها تريد منع إقامة دولة فلسطينية، تستورد داخل، تستوطن داخل عمق الأراضي الفلسطينية، في جنين، في طول كرم، في نابلس، في الخليل، في كل مكان، وتنشر المستوطنات العشوائية في كل بقاع فلسطين. هذا لا يمكنه أن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابل للحياة. على إسرائيل إن أرادت ذلك أن تقوم بتفكيك الغالبية الساحقة من المستوطنات المتناثرة في الأراضي الفلسطينية، ويمكن تبادل أراضي مع إسرائيل بنسبة 1 إلى 2% الكتل الاستيطانية القريبة من الحدود، وهذا وافقت عليه السلطة والقيادة الفلسطينية منذ وقت طويل. نحن لدينا موافقة على كل تفاصيل التسوية الدائمة، وهي مصاغة كاملة وعلى الطاولة، ولكن لم تكن في إسرائيل على الإطلاق حكومة تأخذ هذا المشروع وتطبقه أو تذهب للتفاوض حول بعض التفاصيل الإجرائية هنا وهناك. كل الأمور مطروحة كانت على الطاولة، وكل الأمور اقتربنا بطريقة أو أخرى من التوصل إلى حلول بشأنها، ولكن عندما تأتي حكومة في إسرائيل تضرب بعرض الحائط ما قامت الحكومة السابقة بعمله مع الفلسطينيين، وبالتالي لا يوجد أرشيف حتى للمفاوضات مع الفلسطينيين لدى الحكومات الإسرائيلية. نعم، سيد أري لايتستون في واشنطن، الإدارة الأمريكية الحالية، وكما ذكرنا في بداية هذا النقاش، أنتوني بلينكن سيعود لمرة جديدة إلى إسرائيل وسيزور الضفة الغربية أيضا. الإدارة الأمريكية الحالية تبدو عازمة أكثر من أي وقت مضى على الذهاب إلى حل الدولتين، لإيجاد حل يضمن للفلسطينيين عيشا أفضل ويضمن أمن إسرائيل. هل برأيك يمكن أن يتحقق مسعى الإدارة الأمريكية الحالية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024؟ لا أعتقد أن ذلك سيحدث. نأمل وندعو ونصلي من أجل السلام لجميع الشعوب، ونأمل أن تمتع الأطفال بمستقبلا أفضل مما تمتع به آبائهم، ولكن في واقع الأمر فإن حل الدولتين مع وجود السلطة الفلسطينية الحالية فلم يفلح. هذا ما حدث في 2005، لم تكن هناك مستعمرات في غزة، وهذا ما حدث في غزة. وبالتالي ما هو دليل أن المستقبل سوف يثمر عن أي شيء إيجابي، في أن الماضي سيثمر عن أي شيء يكون في المستقبل. نحن نسعى جاهدين، وما ذكره زميلنا في رام الله هو أن المستوطنات هي حاجز وعرقلة أمام وعقبة أمام السلام، ولكن هل ما قامت به حماس أليس هو أيضا عقبة أمام السلام؟ هل نحن نعيش في عام 2023؟ وبالتالي علينا أن نتقبل هذا الأمر، إن المستوطنات ليست هي الحاجز لأي عملية سلام. مرة أخرى، الأيديولوجية والحقد والكراهية هم الحاجز الرئيسي للسلام. سيد أري، وماذا عن الأيديولوجيا لدى الأحزاب الدينية المتطرفة في إسرائيل والتي هي جزء من الحكومة؟ عذرا على المقاطعة سيد أري، ماذا عن الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة في إسرائيل التي هي جزء من الحكومة الحالية، إتمار بن غفير وبتسل إيل سموتريتش، وتصريحاتهما وتصرفاتهما العنصرية ضد الوجود الفلسطيني؟ هم أيضا يرفضون إعطاء الفلسطينيين أي حقوق وأي دولة. لا أعرف ما الذي تعنيه على وجه اليقين أي حقوق. إن العرب يتمتعون بجميع الحقوق في إسرائيل مثلهم مثل أي مواطن إسرائيلي، وعما يتمتع به أي مواطن عربي في أي دولة عربية. وهناك مازال القوانين، ولكن انظروا إن هناك قوانين
تسمح أيضا أن حماس تدعو إلى تدمير إسرائيل. و سأعطيك مثال على ذلك من السجناء الموجودين الذين كانوا سيتم إطلاق سراحهم في اليوم، فقال انهم لم يتم اعطاء المال الكافي له حتى يتم اطلاق سراحه، وبالتالي تم ايقاف اطلاق سراحه. وبهي نوع وان كان سيدفع مزيد من المال فسوف يقوم بذلك. وبالتالي كيف يمكننا ان نطلب ذلك من هم يشجعون على الكراهيه وقتل اليهود؟ فقط تعليق أخير من ضيفي الفلسطيني سيد أشرف العجرمي، كيف ترد فقط على نقطة أن الفلسطينيين يتمتعون بكل حقوق، وأنه ما الحقوق المفروض أن تعطى للفلسطينيين كما قال سيد أريه؟ لك حق الرد وكي نختم هذا النقاش. أولا ضيفك لا يعلم ما هو برنامج الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية سنت قانون القومية الذي يلغي وجود المواطنين الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل، وعلى برنامجها القائم الآن هي تقول لا يوجد حق تقرير مصير في فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر سوى لليهود، بالتالي هي لا تقر بوجود أي أحد آخر غير اليهود. إضافة إلى ذلك هذه الحكومة أقرت على برنامجها الذهاب إلى نحو توسيع الاستيطان وقتل فكرة حل الدولتين، ولا أدري من أين أتى هو بموضوع يعني الأموال فيما يتعلق بالإفراج عن الرهائن. المعلومات التي لدى ضيفك هي أكثر تشددا وخارج إطار حتى ما يقوله الإسرائيليون أنفسهم في اعتراف بالحقيقة الموجودة لديهم. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين على إثراء هذا النقاش. أشرف العجرمي، أنتم الوزير الفلسطيني السابق من رام الله، ومن واشنطن أري لايتستون، أنتم المبعوث الأمريكي السابق لشؤون اتفاقية السلام. شكرا جزيلا لكما على انضمامكما إلينا الليلة في سكاي نيوز عربية.